السلام عليكم، معكم سيراي، واليوم بشوفكم اسرع وافضل واكثر شرح منظم ممكن تلاقي للتحديات الاسبوعية للاسبوع الثالث. وصراحة هذا اسهل اسبوع للحين، ما في رقص وبيانو وخرابيط، التحديات سهلة مباشرة. وقبل ما نروح للمقطع، فانا انشر التحديات الاسبوعية بشكل مستمر بالاضافة لفيديوهات نصائح للعبة فورتنايت، فحط الاشتراك في بالك وراح تنورنا اكيد. ويلا نروح للفيديو. في البداية وقبل ما تتعب نفسك وتسأل أي سؤال، تأكد أنك تقرأ الكومنت الأول المثبت واللي بحط لك فيه معلومات إضافية بتساعدك إذا صار أي تغيير أو واجهت أي مشاكل في التحديات. التحدي الأول اللي معنا، قم باستخدام حبل الزبلاين 5 مرات في 5 أيام مختلفة. أسهل تحدي لهالأسبوع، وحبال الزبلاين تلاقيها في كل مكان في الخريطة، لازم تستخدم واحد في كل جيم. واللي أنصحك تسوي لو تريد تخلص التحدي بسرعة، أنك تروح للسور وتنزل من الباص على طول باتجاه الحبل، واول ما تستخدمه راح تنحسب لك نقطة وعلى طول انتحر. وكرر هالشي 5 مرات لين ما تخلص التحدي، او خلص بشكل طبيعي وانت تلعب وبيكون كثير سهل. التحدي الثاني تحدي مراحل، والمرحلة الاولى المطلوب منك انك تنزل الى اللوني لوج، انزل لهذه المدينة وخلص الجيم او انتحر. وبعد هالمرحلة الثانية قم بالنزول الى بليزنت بارك ونفس الشيء انتحر. والمرحلة الثالثة قم بالنزول الى لكي لاندنج. المرحلة 4 قم بالنزول الى ليزي لينكس. والمرحلة 5 والاخيرة قم بالنزول الى مدينة تلتد. طبعا ما تقدر تخلص التحدي في جيم واحد، لانك لازم تنتحر او تخلص جيمك بعد كل مرحلة. التحدي الثالث، والتحديات كثير سهلة هالاسبوع، قم بقتل لاعبين 2 باستخدام الاسلحة الذهبية بانواعها. عادي تقتلهم في جيم واحد او في اكثر من جيم كل مرة تقتل واحد. المهم شيل سكار ذهبي، سكار ذهبي كاتم، او شيل ار بي جي ذهبي او اس ام جي ذهبي اللي يجي على بالك، وقتل لاعبين 2 وكذا تكون خلصت التحدي. لو تريد نصيحتي فروح لمود الافرقة 3، افضل مود ممكن تلاقي للمهمات، وبتلاحظ انه في كثير دروبات، يعني كثير اسلحة ذهبية. ونفس ما قلت لكم التحدي سهل وما بتواجهوا اي صعوبة. وصلنا لتحديات الباتل باس المدفوعة، والتحدي الرابع يقول قم بفتح 7 صناديق اما في معبد الطماطم او في بولر بيك. تحدي سهل ومباشر وما بشرح كثير هنا، انزل اما الى معبد الطماطم او الى بولر بيك الموجودة في الخريطة الثلجية، وافتح 7 صناديق بالمجموع، وعادي في اكثر من جيم على كيفك، وعادي تفتح الصناديق 7 مرة واحدة في توميتو لو قدرت، او في بولر بيك لو تريد. التحدي الخامس تحدي كثير سهل وعندي طريقة حلوة عشان تخلصه، قم بران جرسين في اماكن مختلفة وفي نفس الجيم. عشان تخلص هالتحدي بسرعة، انزل الى سوتي سبرينجز الخريطة الموجودة جنب داستي، في كثير بيوت هنا، روح لأي واحد ويفضل يكون البيت الأخير ورن الجرس بسرعة كبيرة، كذا انحسبت لك نقطة، ولازم تخلص الثانية في نفس الجيم. لذا وبسرعة روح للدراجات وخذ لك دراجة وتحرك باتجاه ريتل رو، ولما توصل لريتل راح تلاقي كثير بيوت كمان وعليها أجراس، رن أي جرس تلاقي هناك، وكذا تكون خلصت التحدي بشكل كامل وبجيم واحد. التحدي السادس تحدي روعة لأنه راح يرفعك تير في الباتل باس، والتحدي يقول قم بالبحث بين 3 أكواخ تزلج. في الخريطة الثلجية في 3 أكواخ تزلج على شكل مثلث، ولازم تروح بينهم وتدور هناك، وراح تلاقي نجمة مخفية واللي راح ترفعك كتير. المهم حددت لك المكان على الخريطة، روح لهناك وراح تلاقي النجمة، خذها وانتحر او خلص الجيم عشان تنحسب لك، وانتبه لا تطلع. التحدي السابع والاخير تحدي مراحل، وما في داعي تقرا الكومنت المثبت لاني بعطيك المراحل كلها. المرحله الاولى قم باحداث ضرر بمجموع 200 باستخدام الشوتجن بانواعه، شيل معك بومب او هيفي او تكتيكال، المهم انك تدمج اللاعبين باستخدام الشوتجن، وعادي في جيم واحد بس او في اكثر من جيم. ولما تخلص المرحله راح يفتح لك المرحله الثانيه، قم باحداث ضرر بمجموع 200 باستخدام المسدسات بانواعها. والمرحله الاخيره قم باحداث ضرر بمجموع 200 باستخدام السنايبر، واللي هو 3 أنواع اللي بدون سكوب وسنايبر البولت والسنايبر الهيفي. وقبل ما ننتقل لمكان النجمة المخفية لهذا الأسبوع، ولو حسيت إني ساعدتك وحاب إنك تدعمني عشان أستمر وأقدم أفضل من هالمستوى بكثير، فنورنا أو نورينا بالاشتراك بالقناة. أتعب كثير على مقاطع عشان أقدمها بأفضل جودة ممكنة للمتابعين. ويلا نروح لمكان النجمة. النجمة المخفية للأسبوع الثالث، وعلى حسب الصورة للأسبوع الثالث، راح تلاقيها في مطار الطائرات الجديد اللي هو فروستي فلايت. روح للمطار واللي بيكون في الزاوية اللي على اليسار تحت في الخريطة،
مكان واضح وسهل، ولما توصل بيكون في بيتين كبار من الحديد، واحد على اليمين وواحد على اليسار. روح للأول اللي على اليسار، وبيكون في رفين من الحديد والنجمة فوق واحد منهم، وعلى حسب الصورة بيكون الرف الحديد اللي على اليسار. النجمة السرية ترفعك تير واحد في الباتل باس، وحط في بالك ان النجمة ما راح تطلع لك الا لو خلصت كل تحديات هذا الاسبوع، ولو خلصت التحديات وما طلعت لك جرب تاخذ النجمات والبنرات تبعت الاسابيع الماضية بالترتيب. هذا الكل الفيديو اليوم، لو عجبكم الشرح لا تنسوا زر اللايك، وطبعا لا تنسوا تشتركوا بافضل قناة اصحاح عربية للعبة فورتنايت. اشوفكم في الفيديو القادم ومع السلامة.